نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة. تقدم القافلة الطبية خدمة طبية بالمجان للمواطنين في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الوصول للفئات الأكثر احتياجاً. ضمن خطة الأهداف الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة، جاءت القافلة الطبية المتنوعة بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة بالتعاون مع كلية طب أسنان جامعة القاهرة لخدمة الأهالي من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة للأسنان. احنا الخدمات بتاعتنا بتتطور كل شوية عن اللي قبلها، يعني احنا عاملين طبعا بالإضافة للخدمات الأساسية الخلع والحشو والعلاج اللثة والأطفال والتوزيع بعض الأدوية مجانا. يتم تنظيم قوافل طبية بشكل دوري في مركز أوسيم وعدة مراكز في نطاق محافظة الجيزة أو على مستوى الجمهورية. تمام، القافلة الطبية بتخدم أكثر من 300 مواطن، بتاخد حالات الحشو والخلع والزرع والتقويم، وبيتم الخلع فورا في القافله، والحالات اللي بتحتاج متابعه بيتم تحويلها للقصر العيني او مستشفى 6 اكتوبر. القافله بفضل الله النهارده بتخدم 5 قرى مركز أوسيم، بتساعد ان هي تعمل كل التخصصات الطبيه الخاصه بقسم الاسنان. في مجموعه دكاتره بفضل الله كويسه، يعني الحمد لله رب العالمين. حياة كريمة يعني بدأت بزورها فتوصل لكل القرى. الخدمات الطبية تخدم حالات الخلع والحشو والزرع والتقويم بالمجان للمواطنين بمختلف أعمارهم. حياة كريمة توصل لحد هنا وتساعد الناس الغلابة، لأن في ناس كتير جدا ما بقاش معاها دخل إن هي تروح تكشف برا، لأن دلوقتي الأسعار بتبقى غالية، فده بيساعدهم ان هم كمان يتحولوا للمستشفى، فده شيء ممتاز جدا. يعني بتقدم خدمات لطب الاسنان وبتحول الحالات اللي هي محتاجه خلع ومحتاجه يعني لعمليات او حاجه زي كده، بتحولها لقصر عيني. تاتي القوافل الطبيه لرفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الوصول للاسر الاكثر احتياجا وتقديم المساعدات الاجتماعيه والتوعويه.